في الاول انا اسف جدا عشان العربي بتاعي ضعيف جدا، يعني انا ايطالي. فانا اسمي ياكوبو كاربوناري، انا مسؤول مشروع في المنظمه الدوليه للهجره بمصر. المنظمة الدولية للهجرة موجودة في مصر من أكثر من 20 سنة، ومصر عود المنظمة في جنيف. احنا شغالين في كل المجالات الهجرة، وطبعا النهاردة احنا مبسوطين جدا احنا موجودين في اليوم احتفال الأمم المتحدة. وانا عايز الناس، انا عايز النهاردة في نموذج كويسة بتاع المشروع المنظمة، المشروع بتاع المدرسة فندقية الفيوم، واحنا هنا مشاركين في المشروع في الأستاذ طارق، الأستاذ علي، المدرسين في المدرسة الفندقية وطلاب من المدرسة. وانا عايز دي الفرصة، هما بيقول ايه التجربة. احنا يعني احنا مع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تم تحديث المدرسة الفندقية بالفيوم في اطار برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية. الحمد لله تم تطوير المدرسة، واصبح دلوقتي المدرسة لها يعني سمعة كبيرة، يمكن كمان خرجت خارج مصر وبقى لها سمعة دولية. وعندنا مدارس دلوقتي بيتم تطبيق التجربة دي فيها على نطاق جمهورية مصر العربية. وبالتالي يعني احنا كأحد المشاريع اللي قامت بيها المنظمة الدولية للهجرة الاي او ام، الولاد بتاعتنا بيحبوا يشاركوا في كل النشاطات الخاصة بالأمم المتحدة اللي الاي او ام احد المنظمات التابعة ليها. ومش عايز اقول لحضرتك ان المدرسة يعني وصلت الى حد كبير جدا من الاحترافية في العمل في مجال السياحة، ودليل على كده ان شاء الله الطلاب يمكن اللي هتعملوا مقابلات معهم النهاردة. احنا يعني عاملين تعريف بالمدرسة لكل المشاركين اللي موجودين في للاحتفال بهذا اليوم. الولاد بتاعتنا هم اللي بيقوموا بتعريف المدرسة بنفسهم، نظام الدراسة اللي موجودة فيها، الاقسام اللي موجودة فيها. والحمد لله لو شفت برضه هتلاقي اقبال على الجناح الخاص بالمدرسة، والناس حابة تستفسر عنها كويس جدا. وفي ناس شباب صغير يعني ابدوا استعدادهم ان شاء الله، يعني خلال الفتره اللي جايه لو قدروا ينضموا للمدرسه هينضموا للمدرسه ان شاء الله. انا اسمي طارق يوسف، انا دلوقتي في وحده الانتقال لسوق العمل بقطاع التعليم الفني. يوم جميل جدا طبعا، ده يوم تايوه يعني فرحنا هنا، جينا هنا يعني وزع حاجتنا للسوق طبعا، وانا هنا لاجئين طبعا. نعم على الدل نحن عندنا محل في كنيسة الزمالك طبعا، دل تابع للاجئين، ونحن قاعدين دعم العاجئين، وبرضه نحن طبعا لاجئين، فده سبب ان قاعدين نفتش السوق وكده. مشروع تحسين كفاءة الطاقة بيمول من الولايات المتحدة وبالتعاون مع وزارة الكهرباء. المشروع بيهدف لتوعية المستهلكين والجمهور بأنهم يستخدموا تقنية أكفأ في أنظمة الإضاءة، تمام، وكمان توعية بترشيد الطاقة. يعني احنا ترشيد الطاقة بيختلف شوية عن تقنية استخدام التقنية الأكفأ في الإضاءة، انك انت تستخدم لمبات بتوفر اكتر في الإضاءة، زي اللمبات الليد، لمبات السي اف ال، اللمبات الليد دلوقتي اعلى تكنولوجي في الإضاءة. هي لمبة بتديني نفس شدة الإضاءة لللمبة العادية أو لللمبة الموفرة، بجانب إن هي أقل استهلاكا جد كتير جدا في الباور، في القدرة يعني، وبالتالي بيبقى استهلاك الطاقة بتاعي في الشهر بيبقى أقل كتير، هيقل كمان فاتورة الكهرباء طبعا. دي توعيتنا للجمهور ان احنا نقلل من استهلاك الطاقة عشان نحافظ على الشبكة بتاعتنا، عشان نحافظ على عدم انقطاع الكهرباء. حاجات كتير قوي لازم الشعب او الجمهور فهمها، بحيث ان احنا نقدر ندعم فكرة ترشيد الطاقة واستخدام التقنية الأكفأ للإضاءة، تمام. لمبات الليد بقى بكل اشكالها، يعني لو انا في اي مكان، في مطعم، في مستشفى، في مكان، في منزل، مش عايزه اغير شكل الاضاءه، شكل اللمبات، ما غيرش شكل اللمبات، بس موجود شكل اللمبات بقدره اقل عن طريق استخدامنا للليد LED. كل المنتجات دي متصنعه في الصعيد، زي المنتجات الصدف والفوانيس والارابيسك
والألباستر والخيامية وكل الحرف دي بتتصنع هناك في نجع حمادي وأسوان. وده منتج الفوانيس اللي هو مصنوع من النحاس ومعمول أكسدي علشان يبقى شكله في روح الأول، وكله هاند ميد وورك ومصنوع في نجع حمادي، نجع حمادي في قنا. وبنحاول نخلق فرص عمل للشباب اللي هم مش لاقيين شغل في جنوب الصعيد، وبالتالي هم ما بيتعلموا الحرفة بيعلموا غيرهم، وبالطريقة دي بنحاول ان احنا نرفع من مستوى المعيشة بتاع الشباب والأسر الفقيرة في الصعيد. ده بالتعاون مع البرنامج الإنماء للأمم المتحدة والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة اللي متبنية مشروع تنمية الحرف اليدوية في جنوب الصعيد بتاع مصر، وكلها حرف على وشك الاندثار، فبنحاول نعمل لها احياء تاني، وفي نفس الوقت بنضرب عصفورين بحجر ان احنا بنعلم الشباب، بيلاقي له وظيفه، بيلاقي مهنه يتعلمها، بيلاقي مستوى تاني من معيشه، وبنساعده في التسويق علشان عجله الدوران بتاعه الانتاج معاه تدور، وان شاء الله يعتمدوا على انفسهم ويتوسعوا ويعملوا ورش كمان زياده هناك ويتوسعوا في الانتاج.